اسمعك. يلا هذه محاضرات السلايدات واضحة عندكم مال سمول انتست؟ بني دكتورة واضحة على الشاشة. ان شاء الله نبدي هسه. اليوم ناخذ محاضرات عن السمول انتستين، حتى نكمل لكم اياها. سمول انتستين، ذا مين فانكشن اوف سمول انتستين، عندنا 3 فانكشن. الكومبليت ذا بروسيس اوف دايجستشن. The digestive process facilitated by the enzyme produced by the pancreas, and it is the site of absorption of the digested product like amino acid, fat, glucose, and some large molecule. يعني هذه وظيفة الـ small intestine. The small intestine is 4 to 6 meters long in human. Small intestine consisting from 3 segments: duodenum, jejunum, and ileum. يعني تتقسم الاثني عشري والجوجنام والإليوم، هذين تقسيمات السمول انتستين. نجي هسه إلى السمول انتستين، has several modifications to increase its surface area. يعني شنو الخصائص هاي مهمة، يعني شنو اللي يخلي السمول انتستين إنه يزود قابليته أو مساحته السطحية surface area. عندنا شيء مصطلح اسمه بلايكا سيركولاريس كير رينج فولف are permanent fold، يعني مثل طيات دائمية موجودة يسموها plica circularis. These folds consisting of mucosa and submucosa. عندنا مصطلح ثاني يسمونه intestinal villi، مثل الزغابات، يعني زغابات معوية. The surface of the plica is further arranged into villi, which are finger-like projection of mucosa that extended into the intestinal lumen. مصطلح على خير ورا الانتستينال فيلاي هو المايكرو فيلاي، يعني زغابات خلينا نقول دقيقه بعد اصغر من الانتستينال فيلاي. هي شنو تعريف المايكرو فيلاي؟ absorptive surface of villi is further increased by the micro villi، يعني هاي يزود المساحه مالت الامتصاص للفيلاي. crypt of labricum اللي هو intestinal crypts يصحولها. They are invagination of intestinal mucosa between the base of villi and form the intestinal gland, which are simple tubular gland presented in the lamina propria. زين؟ فهذه اللي plica circularis, intestinal villi, microvilli, crypt of labricum، هذين كلهم يزودن من مساحة السيرفيس اريا للابزوربشن بالنسبة للسمول انتستين. فهاي مهمة، ممكن اجيب لكم اياها فراغات، ممكن اقول لكم عدد، اوكي؟ فهذا يعني النقاط الأربعة هي اللي تزود لنا الابزوربتيف سيرفيس اوف سمول انتستين. مثل ما قاعد تشوفون هاي الصورة، عندكم اللي plica circularis، هذه موجودة قبالكم. هاي البلايكا سيركولاريس، وبال اللي احنا قلنا تتكون من الميوكوزا وساب ميوكوزا، ها هي موجوده هاي، وهاي المايكروفيلاي، هاي الفيلاي، واكو بعد اصغر يسميها المايكروفيلاي، اصغر يسموها المايكروفيلاي. اوكي، هذه المصطلح مالت المايكروفيلاي. هسه نجي الى السلايد اللي ورا، اتوقع هنا تقسيمات السمول انتستين. وول، السمول انتستينال وول هاز 4 لاير ان ذا سيجمنت. هاي تقسيمات اللي هي احنا كل مره نحكيها، ميوكوزا، سبي ميوكوزا، ماسكولاريس كستيرن، اند سيروزا. مثل ما قاعد تشوفون اليومن بالنص، وراها الميوكوزا، وراها سبي ميوكوزا، وراها الماسكولاريس كستيرن، وراها السيروزا. هنا اللاير اوف سمول انتستين راح نبدي بالميوكوزا. ميوكوزا راح تتكون لنا من فيلاي، من ابيثيليال لايننج، من لامينا بروبيريا، من ماسكولاريس ميوكوزا اللي موجوده قبالكم. فالميوكوزا فيلاي اند ابيثيليال لايننج، ذا ابيثيليال اوف فيلاي اللي هو سينجولار فيلاس از ميد اب اوف كوليومينار ابزوربتيف سيلز كولد انتيروسايتس اند كولد سيلز. يعني هاي الخلايا اللي تتكون منها الانسجه الميوكوزا. Core of each villus, كل villus هسه مثل ما قاعد تشوفونه consisting of connective tissue contain blood capillaries, lymphatic capillaries, nerve fiber, smooth muscle cell. هاي كلها للميوكوزا. باللامينا بروبيريا كالمعتاد اللي احنا دائما نحكي بكل محاضره،
هي loose connective tissue دائما blood vessels, lymphatic vessels. هنا أنا crypt of lubricant موجودة وياه من ضمن اللامينة بروكاريا of mucosa. They are single tubular gland which open between bases of villi. عندنا muscularis mucosa اللي هي تتكون من smooth muscle. The mucosa cell of small intestine اللي هي مساحة شينها اللي هي A epithelial cell اللي تتكون من enterocyte والgoblet cell. والcell of intestinal crypt اللي هي crypt of lubricant اللي هو enterocyte, goblet cells, pan cells, enteroendocrine cells and stem cells. اوكي فهاي ايضا مهم. Mucosa of the small intestine هنا epithelial cell of villi. Enterocyte وحده وحده راح ناخذها. الانتيروسايت شنو tall columnar cells مثل ما قاعد تشوفوها مثل يعني كوليومن مثل اعمده. Oral nucleus at the base موجودة هذه البنفسجية اللي قاعد تشوفوها هاي الأورال نيوكلياس. The apical cells membrane of the enterocytes has microvilli. هاي الأبيكال موجودة قاعد تشوفون أكو microvilli. These microvilli are called striated or brush border مثل الفرجة مثل المشط. زين شنو فائدة هاي الانتيروسايت؟ مثل قلكم شو what is the function of enterocyte؟ تقولوا لي absorption of amino acids, microsaccharides, lipid. فهاي ايضا مهمه. السايت موقعها وين؟ هاي الانتيروسايت تقولوا لي cover the villi and upper part of intestinal crypt. اوكي زين goblet cells هي found between the enterocytes يعني بين الانتيروسايت راح نلقى goblet cells found between the enterocytes cup shaped pale apical part زين and basophilic nucleus basophilic nucleus increase nuclear number toward the ileum كل ما نقترب على الإليوم goblet cells راح نشوفها بكميات اكثر. General function of the goblet cells to secrete mucus for protection and lubrication of epithelium. إذا لها رول كلش قوي باللابريكيشن. ليش؟ لأنه هي اللي عن طريقها راح يصير secretion للميوكس. Sites, where is the site of goblet cells? Cover the villi and upper part of the intestinal crypt. Upper part of intestinal crypt. إذا هاي مهمة لأنه جاي كل وحدة الفانكشن مالتها والسايتس مهم. The cell of intestinal crypt اللي هي intestinal أو crypt of lubricum الهم تنقسم إلى enterocytes و goblet cells. None of the enterocytes, the epithelial lining of the villi continue into the intestinal crypt and lining of upper portion. وعندنا ال goblet cells اللي هي epithelial lining of the villi continue into the intestinal crypt and lining the upper portion. Mucosa cell of the small intestine عندنا هنا التكمله مالتها البان سيل احنا مقسمناهن تقسيمات عندنا اللي شفناها هاي قسمت لكم اياها اللي ميوكوزا وتفاصيل الميوكوزا اللي هي الابيثيليال سيلز اوف اللاي والسيل اوف انتستاينال كريبت وبعدين اخذنا واحده واحده الانتيروسايت والجوبلت سيلز مالت الابيثيليوم ومالت الكريبت سيلز هسه البان سيلز بان سيلز اللي هي البيراميدال شيب مثل الهرميه. The apex contain the red secretory granule. هاي مثل ما قاعد تشوفوها هاي البان سيل. هاي البان سيل. الابيكس continue red secretory granule which secrete lysosome. Function here lysosome like bacteria, kill bacteria. Lysosome هو قاتل للبكتيريا. هي وظيفتها انتاج اللايزوزوم. Site at the base of the gland of the lubricant. نعم مثل ما قاعد تشوفون هاي المكان مالته. هاي بالنسبة للبان سيل. Endocrine cell عندنا endocrine اللي هي من اسمها انتيرو endocrine يعني وظيفتها اكيد شنو؟ تنتج لنا هرمونز. فالفانكشن هير از secreted various polypeptide هرمون. Stem cells عندنا نوع خلية اسمها stem cells اللي هو low columnar epithelium oval nucleoli high mitotic activity. Function here proliferated and differentiated into other cells. هي اللي تخليها يعني شلون تتقسم وتتميز الى انواع اخرى من الخلايا. يعني شلون هي الجذعيه الخلايا الجذعيه المولده اللي تخلينا بقيه الخلايا تنتج عن طريقها. Found where? At the lower half of the crypt. At the lower half of the crypt. Okay.
نجي لللاير الثانيه بعد ما خلصنا الميوكوزا والاندوكراينز العفو السيلز اللي موجوده ضمن اللي عددناها الخمسه. هسه نجي للسابوميوكوزا. اوكي سابوميوكوزا مثل ما قاعد تشوفون اللي لونه طوخ اللي هو هذا بالبدايه هذا الميوكوزا وتفاصيل الميوكوزا اللي حكيناها وهي الخلايا الخمسه. نجي للسابوميوكوزا هاي منطقه السابوميوكوزا. Connective tissue with blood vessels, lymphatic and submucosal plexus, اللي هو الميزنر plexus, that help to coordinate the movement. دائما نلقى ميزنر plexus here to coordinate the movement of the intestine and facilitate passage of food through the lumen. Okay? So it's important to mention about ميزنر plexus. الماسكولاريس اكسترنا هاي مثل كل محاضره نعطيكم اياها لان هي متشابهه حتى بالايسوفيجاس عندكم نفس الحكي اللي هي تتكون من الانر سيركولر. انر سيركولر دائما الداخليه تكون دائريه والاوتر لونجيتيودينال. اوتر لونجيتيودينال طولانيه. The mitric Orbach plexus lies دائما نلقى الاورباخ بلكسس حتى بالايسوفيجاس نلقاها بين two layer أو حتى بالاستومة كمان between two layers of smooth muscles يعني بين السيركولر واللونجيتودينال and responsible for peristaltic activity of the small intestine. سيروزا كالمعتاد connective tissue covered by mesothelium except in duodenum which has both سيروزا and adventitia نفس اللي خذت لكم اياه بالإيسوفيغس من اقتربنا بالأخير بدأ يصير باللور إيسوفيغس بدأت يتغطى بالسيروزا والأدفنتيشيا. نانا نفس الحالة. سيروزا is connective tissue covered by mesothelium except in duodenum. رح يصير تتغطى بالسيروزا والأدفنتيشيا. هذا خلصنا هسه من نبدي تفاصيل كل وحدة اللي هو duodenum معلومات عن يعني كل وحدة. الديودينام اللي هو الاثني عشر. الفيلاي هير ليف لايك فيلاي مثل الأوراق. اللامينا بروبيريا هي connective tissue هاي اللامينا بروبيريا with crypt of lybricum بها crypt of lybricum اللي هي تعطي secretion to يعني lubrication. muscle muscularis هنا ميوكوزا هاي المنطقة اللي هي تابعة للميوكوزا smooth muscle تكون من السموث muscle. سب ميوكوزا هاي طبعا كلها حكينا من الساعة اللي هو الفيلاي والسب ميوكوزا وال الكريبتو فلابريكنز هاي كلها بالميوكوزا. سب ميوكوزا هاي المنطقه هاي من الاخضر للاخضر هاي سب ميوكوزا. يونيك فيتشر طبعا عندنا برونر جلانس خلي معلومات عندكم هاي بعد سب ميوكوزا بالديودينام اكو يعني مثل الجلانس احنا نسميها البرونر جلانس. يونيك فيتشر اوف ديودينام سب ميوكوزا يعني في شيء مميز للسب ميوكوزا مال ديودينام. ميوكوس جلانس ذا داكت اوف ذيس جلانس بنتريتد ذا ماسكولاريس ميوكوزا and open into the bottom of crypt of lubricans. يعني هي مثل ما نشوف هاي يسموها البرونر جلاند تنفتح على منطقة هاي المنطقة تنفتح على الفوق اللي هو المسكولاريس ميوكوزا وقسم منهم بالكريبت مالت اللابريكان. شنو الفائدة منها؟ كلش مهمة البرونر جوز اجيب لكم تعريف او يعني what is the برونر جلاند and what is the function where is site هاي مهمة. الفونكشن هنا سكريت الكلاين ميوكوس which protected the duodenum mucosa from the acidic chyme. كايم يعني الناتج الهضم مالت المعدة يسمونه الكايم and provides suitable pH for the pancreatic enzyme to active. إذا هو مهم هنا عندنا شو تسوي؟ أولا تفرز الالكلاين ميوكوس مثل احنا نقول يعني مخاطي قاعدي اللي عادل الحموضه اللي جايه من ناتج المعده اللي هو الكايم. And provide suitable pH for the pancreatic enzyme to be active. ويخلينا فد وسط pH معتدل حتى الانزيمات مال البنكرياس تصير نشطه. هنا الماسكولاريس اكسترنا هم نفس الشيء انر سيركولر اوتر لونجيتيودينال. Presence of mitric الأورباخ اللي هو بيناتن هاي من كل مرة تسمعون هذا الحكي نفسه. الفيرست بارت مال الديودينام سوى حكيناها بس الروزة تتغطى بس الروزة بينما النهاية اللي قريبة على هذا لا يصير بها سيروزا and adventitia بيناتن covered by سيروزا and adventitia. نجي للديودينام. الديودينام هنا الميوكوزا الفيلاي تصير شوي أطول longer و
وذي كلابت اند، يعني جزء جيبكم مقارنة بين الفيلاي مالت الجوجنم والجوجنم. فتقولوا لي الفيلاي of جوجنم are longer with clapped end. Surface epithelial of the villi اللي هي الانتيروسايس and goblet cells يعني تقريبا نفسنا هذانا. Lamina probaria has simple straight tubular glands monocrypt of labricum يعني نفسه، هاي نفس اللي شفنا بالميوكوزا مالت الجوجنم. بس هنا الفرق راح تلقون شنو، انه الفيلاي هير تصير اطول longer، هاي مثل ما قاعد تشوفون اطول longer than الجوجنم. وشغلة ثانية الطبقة مالت المسكولار ميوكوزا تكون thin، هاي الفروقات اللي بيناتن، بينما اللامينا بروبيريا اثنيناتن لابريكانس الكريبتوف لابريكانس والموجودات الانتيروسايت والجوبلسلز هذا من الشافات. بس الفرق راح يصير بالفيلاي بالسايز مال الفيلاي وبالمسكولارس ميوكوزا تكون thin بالجوجنم. هنا سب ميوكوزا اللي هي ما تحت الميوكوزا، سب ميوكوزا شنو بها؟ بها فاتي كونكتيف تيشو والمايسنر بلاكسس، يعني هنا نلقى فات شوي اكثر من الجوجنم. ماسكولارس ميوكوزا الماسكولارس اكسترنال عفوا، هاي هم نفس الشيء انر واوتر لونجيتودينال سموث مسل لاير، بها ماينتريك اللي هو الاوربخ بلاكسس بتوين ذا تو لاير، دائما احنا نلقى هاي اللي الاوربخ موجوده بين التو لاير على مود انرفيشن. السيروزا هنا يقول لك كونكتيف تيشو كفرد باي سمبل سكويموس ابيثيليوم اللي هو الميزوثيليوم، يغطى بالميزوثيليوم يعني ما بي ادفنتيشيا مثل نهايه الديودينم. الإيليوم اللي يرتبط بنهايته بالابندكس ويسوي لنا الابندسايتس ومشاكل الابندسايتس. الإيليوم هنا مين فانكشن اوف إيليوم از to absorb vitamin B12 with bile salts, fat, and water, and whatever products of digestion which were not absorbed by the jejunum. احنا نعرف ان وظيفة الامعاء الدقيقة هي الامتصاص. فإذا عبرت الجوجنم وما صار عندنا امتصاص، وصلت للجوجنم وما صار عندنا امتصاص، راح توصل للإيليوم. هنا لازم ينتهي موضوع الامتصاص، لأن بعد ما عندنا طريق ثاني راح يدخل اللارج انتستن. فلازم تنتهي وظيفة الامتصاص مع سمول انتستين هنا. فأي شيء برودكت ما صار بي ابزوربشن بالجوجنم لازم يصير بي ابزوربشن بالإليوم، هاي وظيفة كلش مهمة. إضافة إلى أنه الفانكشن مين فانكشن اوف إليوم هنا هو ابزورب اوف فيتامين بي 12 كلش مهم هاي اند بايل سولت. لذلك المرضى اللي عندهم مشاكل بالإليوم مثلا انتيرو انترايتس مثلا خاصة بالإليوم إليايتس احنا نسميه، أو مثلا ريسكشن بسبب مرض بسبب تحوير مسار بأي سبب كان انستركشن أو ابستركشن، من نشيل الإليوم الأبزوربشن الرئيسي اللي راح يأثر علينا هو البي 12، فلازم نسوي له سبلمنت للبيشنت اللي عندهم مشاكل مثلا مرات إليال ريسكشن يسوون عملية إنه يشيلون الإليوم لأي سبب إنه مالجنسي obstruction. فمن نشيله لازم نعوض المريض بالبي 12. ليش؟ لانه هو السايت مال الابسربشن بي 12 هو بالإيليوم، اضافه للبايل سولتس وربطه ويا الجهاز البلياري سيستم، فهذا مهم. زين هنا شنو الفرق عن الجوجنم وعن الجوجنم؟ الفيلاي ار شورت فينجر شيبد فيلاي are short finger shaped villi، يعني شنو معناته؟ اصغر هو اكثر واحد اللي بي لونج الفيلاي هو الجوجنم. اوكي السيرفيس ابيثيليوم اوف ذا فيلاي نفس الشيء، هم انتيروسايت وقبلس هذا الخلايا اللي حكيناها بدايه المحاضره. اللامينا بروبيريا هم تقريبا نفس الحكي اللي هو بي انتستاينال كريبت الكريبت اوف لابريكان اف ان ذا لامينا بروبيريا موجوده وين باللامينا. مرات اجيب لكم نقاط جزء شي سؤال راح اجيب لكم اياه، مثلا اقول لكم منشن السايت يعني عددوا لي سايت او ماتشنج خلي ماتشنج، فكل وحده وين مكانها. من ضمنها مثلا راح نعطيكم الكريبت اوف لابريكان او اقول لكم برونر جلاند وخلت لكم بالخانه الثانيه او جزء انا اطلب من عندكم السايت، فهاي السايت مهمه هنا ضروري تحفظوا لي السايت والفانكشن ايضا مهم.
الباير باتشز، شوفوا باير باتشز هاي سمعناها اول مره نسمعها الحكايه هاي نلقاها يقول يونيك فيتشر اوف إليوم، مثل ما شفنا البرونر هم يونيك للجوجنا، نفس الحاله هنا الباير باتشز يونيك. يونيك يعني صفه مميزه، خاصيه مميزه ما راح نلقاها بغير مكان. يونيك فيتشر اوف إليوم، شنو تعريف الباير باتشز؟ they are، هاي الصوره مالتكم موجوده. الباير باتشز هي they are aggregation، تجمعات large aggregation، تجمعات كبيره من الليمفاتيك نوديول in lamina propria that extended to the submucosa. استفهمنا شنو الباير باتشز؟ تجمعات كبيره large aggregation of lymphatic nodule in lamina propria. وين تروح باللامينا بروبيريا؟ تروح باتجاه السبميوكوزا. مساع البرونر شلون كان يروح؟ يروح على اتجاه الميوكوزا ويصب منطقة اللابريكنز جلاند. هنا لا، باتجاه السبميوكوزا يعني ينزل لي جوا. شنو فائدة هاي الباير باتشز، هذا الاجريجيشن او اللارج اجريجيشن او الليمفاتيك نوديول، شنو دوره؟ شنو فائدته؟ بروتكت ذا انتستاينال فروم باثوجين لنف نود. بعد هذا يعني هذا شلون نقول وسائل الدفاع. Protect the intestine from pathogens such as infectious agents and toxins. فهنا أيضا مهم وظيفة side للبير باتشز. أو جوز أجيبكم يا تعريف. What are the bile patches? It's a unique feature of ileum. They are large aggregation of lymphatic nodules in the lamina propria that extended to the submucosa. تعطوني الفانكشن protect the intestine from pathogen such as infection, infectious agents and toxins. اوكي سب ميوكوزا هنا، سب ميوكوزا نفس الشيء هم كونكتيف تشو، بس هنا شنو بيها ممكن احنا قريبه على الباير باتشز. هاي باير باتشز هاي مثل ما تشوفون بس مجرد تجمعات مال الليمف نود، بس تصير قريبه على السب ميوكوزا يعني تدخل منطقه السب ميوكوزا زين. الماسكولار سيكسترنا هاي نفس الطريقه انارو سيركولار، وبيناتهم الماينتريك بلاكسس او الاورباخ بيناتهم يصير. سيروزا كونكتيف تيشو كوفرد باي سكويموس ابيثيليوم. تيشو هنا كونكتيف السيروزا يعني مجرد سكويموس سمبل سكويموس ابيثيليوم. اوكي هنا اكو منطقة بين البايليرو ديودينال جنكشن، يعني بين البايلروس البوابية وبين الديودينم، يعني نهاية المعدة على بداية الديودينم، يسمونه في الجنكشن، موجود في الجنكشن بين المعدة وبين الديودينم. It's a simple columnar epithelium of stomach change in duodenum showing enterocytes with microvilli and goblet cells. هنا منطقة يعني اللي هي الالتقاء أو المفصل أو الاتحاد بين البايلروس part of stomach and the duodenal، هو عبارة عن simple columnar epithelium of the stomach change in the duodenum showing enterocyte with microvilli and goblet cells. هنا راح نشوف ممكن gastric glands موجودة هم بكثرة bits disappear followed by appearance of the duodenal villi. يعني تتحول هاي منطقة تحويلية بين المعدة، تفاصيل المعدة هاي اللي تشوفوها والجلاند مع الجاستريك جلاند، إلى أن فجأة يتغير إلى فيلاي. هاي المنطقة اللي هي التحويلة بين الديودينم وبين الجاستريك هي راح نسميها البايلورو ديودينال جانكشن، بين الجاستريك جلاند إلى فيلاي، شوفوا بدها تتحول إلى فيلاي. وبعد شو راح نشيل مميز؟ راح نلقى البرونر، هاي البرونر اللي حكينا من الساعة عليها. The muscularis mucosa of the bilorus continue and change in the duodenum. Bilorus يعني المسكولارس ميوكوزا بعوا نفسه، ما يعني ما حكينا التغيير، هي من الاسوفيجلس نفس الحكاية. هاي شوفوها المسكولارس ميوكوزا نفسه ما متغير أي شيء، نفسه يعني لينارو سيركولر والأوتر لونجيتودينال وبيناتهم الأورباخ نفسه، بس الفوق هاي الطبقة الفوق اللي هي الميوكوزا كانت تتحول لنا من الكاستريك جلاند إلى فيلاي. هاي فيلاي اوكي، هاي معناتها دخلنا بالسمول انتستين. فهاي مهمه جدا
بالنسبه للتحويل هاي بالسلايدات انا بقدر تميزون انه ما تشوفون في اللاين معناتها سمول انتستين. اذا محاضرتكم اليوم خلصت وسهله بسيطه ان شاء الله. اهم شيء تركزوا لي على الحفيتكم اياها بالنسبه للكلانس السايت مالتها سيلز اللي حكيناها بدايه المحاضره كلش مهمه هاي البلايكا سيركولاريس هاي تفاصيلها اللي شنو اللي خلينا نزود السيرفيس اريا مالت الانتستين ابسوربشن هاي التفاصيل الميوكوزا وتفاصيلها وكل وحده شنو عندها من جلا من سيلز والانتيروسايت والجوبلت سيلز هاي اللي عدت لكم اياها هاي اللي اخذناها وحده وحده الخمسه زين وكل وحده وظيفتها والسايت مالتها هذا اهم مهمات كلش تنتبهوا عليهن هذه زين كل وحده السايت مالتها وين وشنو الفانكشن سايتس فانكشن هنا الانتيروسايتس هم ايضا سايتس والفانكشن جوبلت هاي طبعا بالنسبه للبانس سيلز هاي تابعه للنقطه الثالثه هم الفانكشن والسايتس وناخذ الانتيروندوكراين والستيم سيلز المولده وهاي التفاصيل لكل وحده شلون نفرق بين الديودينم من ناحيه الميوكوزا اللي شكلها الورق وبعدين بالجوجنوم بدأت تطول زين والجلانس اللي قاعد نذكرها بكل واحدة مثلا جوجنوم بها برونر جلانس شنو الوظيفة مالتها أهم مهمة هاي تنتبهوا لي عليها هنا الأدفنتيشة اللي شفناها نهاية الجوجنوم والجوجنوم احنا اللي قلناها صارت أطول حتى بالسلايدات من تشوفوها لونج فيلاي هاي معناتها الجوجنوم والجوجنوم زين هنا السبب ميوكوزا اللي هي مكوناتها طبعا هذا ما له قد اختلافات بين وحده وحده الإيليوم اللي هو يكون بالعكس شورت وفينجر لايك مثل الاصابع وباير باتشز هاي اللي لقيناها بس بالإيليوم اللي هو اليونيك فيتشر للإيليوم ووظيفته ايضا مهمه اوكي والالتقاء الديودينام ويا البايلورس تحويله من الغاستريك جلانس الى فيلاي بينما الماسكولارس ميوكوزا راح تبقى نفسها ما راح يصير اي تغيير بالماسكولارس ميوكوزا محاضرتكم انتهت اليوم اكو سؤال طلاب اكو سؤال